عبد الآباد كلها أمين النهاردة، واحد توت. كل سنة وحضراتكم طيبين. رأس السنة القبطية عيد النيروز. العهد القديم كان فيه عيد اسمه رأس السنة المدنية عند اليهود اسمه عيد الأبواق. أبواق يعني كانوا بينفخوا بالبوق عشان يقولوا إعلان إن النهاردة أول يوم فين في السنة. وكان البوق ده عبارة عن قرن بتاع الكبش، قرن من الكبش بيبوقوا فيه عشان يعلنوا ايه بداية السنة، عشان كده سموه عيد ايه عيد الأبواق. وبيناسب في السنة اليهودية الدينية الشهر السابع، ويقعدوا 10 أيام من عيد الأبواق لغاية عيد اسمه عيد الكفارة اليوم العاشر من الشهر السابع، عشان يقدموا توبة حقيقية عن السنين اللي فاتت، وإن هما فاكرين إن هذا اليوم يعتبر بيذكرهم بيوم الدينونة. النهاردة إنجيل الصباح المبارك بإنجيل معلمنا لوقا الإصحاح الرابع من آية 14 إلى آية 30. ابتدى السيد المسيح يمارس خدمته الجهارية أو خدمته العلنية. أولا كان بيخدم السيد المسيح في أورشليم، بعد كده راح منطقة اسمها اليهودية، بعد كده راح منطقة الجليل وباشر خدمته هناك في منطقة الجليل، وبعدها رجع إلى موطنه الأصلي اللي هو ناصرة الجليل. وهناك ابتدى يدخل المجمع بتاع اليهود حسب عادته كل يوم سبت، وابتدى يتكلم عن رسالته الجديدة للبشرية، رسالته الجديدة للبشرية. واحنا النهاردة عيد النيروز، يعني نيو روز، يعني سنة قبطية جديدة، سنة توتية جديدة. نلاقي ان المزمور بتاع عشية بيتكلم عن الحياة الجديدة. سبحوا الله تسبيحا جديدا، سبحوا الرب يا كل الأرض، سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. يعني احنا كل يوم بنشكر ربنا انه اتى بنا الى هذه الساعة، وبنشكره على الخلاص اللي هو صنعه على عود الصليب اللي كان في العهد القديم رمز يوم الكفارة اللي هو عيد الكفارة. نلاقي كمان مزمور باكر بيتكلم بيقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة، أحيت له يمينه وذراعه القدوس. ونلاقي مزمور القداس بيقول تبارك إكليل السنة بصلاحك وبقاعك تمتلئ من الدسم، ابتهجوا بالله معيننا، هللوا لإله يعقوب. وأحيانا بتترجم اهتفوا لإله يعقوب، واهتفوا يعني صوتوا في البوق، نادوا بعيد الأبواق، بعيد التوبة، رأس السنة. لذلك إنجيل القداس بيركز على رسالة يسوع المسيح المحيية، رسالته الجديدة مقصود بيها بركة المخلص اللي هيفيضها علينا في السنة الجديدة. بس السيد المسيح هيفيض بركته على مين؟ على المساكين، على منكسري القلوب، على المأسورين اللي جاء علشان يبشرهم. وقال النهاردة في الإنجيل وأكرز بسنة الرب المقبولة. قلنا إن السيد المسيح عاد إلى الجليل بعد معموديته وتجربته على الجبل، وبعد المعجزة الأولى اللي صنعها في عرس قانا الجليل. السيد المسيح بعد ما عمل معجزة عرس قانا الجليل وعمل شوية المعجزات وشاف الروح القدس حل عليه في الأردن، ابتدى نجم السيد المسيح يعلى جدا قدام اليهود، وابتدى يتعرف في كل أنحاء البلاد. ولما جاء للناصرة ودخل المجمع كعادته كانت كل الناس بصاله، انت اللي كنت في المعمودية، انت اللي كنت في نهر الأردن. وابتدى بقى بحسب التدبير الخلاص الإلهي دفع إليه سفر أشعية علشان تيجي النبوة بتاعت أشعية 61 آية 1 وآية 2 اللي هي بتقول إيه؟ روح السيد الرب عليا
لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلوب، لأنادي المسبيين بالعتق والمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة الرب المقبولة. وهنا وقف السيد المسيح، لكن تكملة النبوة بتقول ينادي بسنة الرب المقبولة وينادي بيوم انتقام لإلهنا، مقصود بيوم الدينونة. وكمل وقال لأعزي كل النائحين. يعني السيد المسيح جه وقف عند سنة الرب المقبولة وعايز يقول ده المجيء الأول للسيد المسيح، وقف عندها وقفل السفر وطوى السفر وحطه. قال روح الرب علي لأنه مسحني. روح مقصود بها الروح القدس، والرب هو الله الآب، علي اللي هو الله الابن، لأنه مسحني فدعي مسيحيا، دعي المسيح لأنه اتمسح في نهر الأردن من الروح القدس. فكان بيشير المخلص بهذا الكلام من نبوة أشعياء عن حلول الروح القدس عليه علانية عند معموديته، إعلانا لمسحه أو لتكريسه. والسيد المسيح ما كانش محتاج لحلول الروح القدس عليه، ولكن الروح القدس كان دايما موجود معاه، ولكن ده كان مجرد إعلان. عشان كده بنقوله عيد اسمه عيد الظهور الإلهي اللي هو عيد الغطاس. عشان كده اشتهر بالمعمودية بحلول الروح القدس بهيئة جسمية على شكل حمامة على راسه في نهر الأردن، وسمعوا الصوت اللي بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وتنبأ أشعياء كمان عن حلول الروح القدس عليه وقال ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. طب ايه الهدف من هذه الحادثة والكنيسة عايز تحطها ليه النهاردة في أول يوم في السنة؟ الهدف من هذا الإعلان اللي هو ظهور الإعلان الإلهي والكنيسة عايز تحطه لنا النهاردة، السيد المسيح قال كده. أول حاجة قال لأبشر المساكين. مين هم المساكين؟ هم الخطاة اللي أخطأوا واللي تسلط عليهم إبليس وحرمهم من النعيم الدائم، حرمهم من فردوس النعيم، وشعروا بعد كده بالحاجة إلى مين ينقذهم، محتاجين إلى مخلص، إلى منقذ من فقرهم الروحي. أرسلني لأشفي المنكسر القلوب. مين هم منكسر القلوب؟ هم التايبين، هم الحزان على خطاياهم، دول اللي عبر عنهم داود في مزمور التوبة المزمور 50 وقال عنهم كده: القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. ودول اللي قال عنهم أشعياء النبي، قال في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح. يعني ربنا عايز المنسحق والمتواضع الروح، ربنا عايز قلبي التائب. فهل أنا في أول السنة بقدم قلبي التائب لربنا، ولا هذا اليوم مش هي؟ يعني كنيستنا دايما بتعتمد، أو شعبنا دايما بيقول إن رأس السنة الميلادية ونيجي يوم 31 ديسمبر نقف قدام ربنا ونور ارحمنا. طب والنهاردة؟ النهاردة رأس السنة القبطية، مفروض أكون النهاردة بقدم توبة زي ما كان في العهد القديم عيد الأبواق ويقدموا توبة ويفتكروا يوم الدينونة في اليوم دون. قال في الموضع المقدس المرتفع أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح، لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. بعد كده قال لهم لأنادي للمأسورين بالإطلاق. المأسورين دول المسبيين، وكان في هنا اتنين مسبيين، ناس كانوا في الجحيم مسبيين وكانوا محتاجين حد يحررهم من عبودية الشيطان. هم كانوا في الجحيم، لكن اي حد بيموت لغاية ما السيد المسيح ما صنع الخلاص على عود الصليب كان بيروح الجحيم. فدول كانوا محتاجين لمخلص يخلصهم من الجحيم وينقلهم من الجحيم لفردوس النعيم. وكمان كان في الناس اللي عايشة بس كانت عايشة في خطيتها وكانوا خطاة، فكان المقصود بأنادي للمأسورين بالإطلاق اللي هما تحرير النفوس من عبودية الشيطان ومن الخطية. زي ما قال أشعياء، قال أنا الرب قد دعوت بالبر
قد دعوتك بالبر، فامسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم، لتفتح عيون العمي ولتخرج من الحبس المأسورين. تخرج من الحبس المأسورين، مقصود بها الناس اللي كانوا موجودين فين؟ في الجحيم، من بيت السجن، الجالسين في الظلمة. كل دول كانوا محتاجين الى مخلص. وللعمي بالبصر، العمي هنا مقصود بيه عميان البصيرة الروحية، اللي هم الناس اللي هم احنا لما احنا نكون عايشين في الخطية، سواء عايشين بالجهل او عايشين بالخطية واحنا عارفين ان احنا عايشين بالخطية ومش مع ذلك مش عايزين نتوب. دول اللي قال عنهم بولس الرسول: الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة مجد المسيح، إنارة إنجيل مجد المسيح. يبقى أول حاجة قال إن هو أبشر المساكين، تاني حاجة أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، تالت حاجة لأنادي المأسورين بالإطلاق، رابع حاجة وللعمي بالبصر، خامس حاجة وأرسل المنسحقين في الحرية. الخطية تقيلة جدا جدا، لأن الخطية أجرتها الموت، وما دام الخطية خاطئة جدا كانت البشرية كلها في أمس الحاجة للحرية من الخطية، وأن السيد المسيح قد جاء في الجسد عشان يخلصنا من عبء الخطية ويخلصنا ويحررنا. والسيد المسيح قال كده، قال إن كل من يعمل الخطية هو إيه؟ هو عبد للخطية، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. رقم 6 والأخيرة، وقال وأكرز بسنة الرب المقبولة، وده اللي الكنيسة عايزة تركز عليه النهاردة. السنة الجديدة سنة خلاص، هو ذا الوقت، وقته مقبول ان احنا نقدم توبة، هو ذا الان ساعة خلاص ان احنا نقدم توبة. السنة المقبولة اللي اتكلم عنها السيد المسيح مقبولة عند ربنا، دي السنة اللي اتحددت فيها ان هو هيترفع على الصليب علشان يقدم الخلاص للبشرية كلها. والنهاردة قراءات النهاردة السنة الجديدة ربنا بينادي فيها لكل واحد فينا عشان نخلص بالتوبة ونستمر في حياة التوبة والنقاوة. كان رمز السنة المقبولة دي عند اليهود سنة اسمها سنة اليوبيل. يوبيل يعني 50 سنة، بعد 50 سنة يبتدوا يريحوا الأرض سنة كاملة ما يبقاش في زراعة. السنة دي بيسموها سنة العتق من العبودية. السيد المسيح شبه بركات ملكوت السماوات والخلاص الممنوح له على عود الصليب بسنة الايه؟ بنفس البركات اللي كان بيتمتع بيها اليهود في سنة اليوبيل اللي بنسميها سنة العتق من العبودية. ايه بركات اليوبيل؟ حاجتين. اول حاجة كان بينفخ في الابواق زي ما قلنا في كل بلاد اليهودية، وبينادي بان كل يهودي استعبد لدين، اصبح عبد بسبب ان هو كان عليه دين او لاي سبب اخر، كان بيحرر من هذه العبودية ويعتق من العبودية. كان عبد يطلقوه يبقى حر، زي احنا ما كنا عبيد الخطية وجي السيد المسيح عشان يخلصنا واصبحنا احرارا بالايمان بالسيد المسيح وكمان بالتوبة المستمرة. دي أول حاجة. تاني حاجة كان بركة اليوبيل دون إن كان أي حد، كل واحد كان عنده أرض وباعها عشان كان محتاج فلوس، بيترد الأرض دي، بترد لصاحبها مرة أخرى، بترجع له مرة أخرى، علشان كل بيت في إسرائيل ما قسم الله له بيد موسى ويشوع عشان يبقى نصيب أسباط إسرائيل إيه؟ ثابت. أحسن إشارة لسنة اليوبيل اللي هو 50 سنة دي هو كان عمل السيد المسيح اللي عمله، عمل الخلاص اللي صنعه على عود الصليب. العمل اللي عمله السيد المسيح على الصليب إن هو وهب المؤمنين
الحرية الروحية وأنقذهم من الخطية وعقابها، ويعيد إليهم ما قد فقدوه من ميراث البر ورضا الله وملكوته السماوي. كلمة يوبيل أساسا دي كلمة يوناني، معنى كلمة يوبيل قرن الكبش، وقرن الكبش ده هم اللي كانوا بيستخدموه عشان ينفخوا بيه في عيد اسمه عيد الأبواق. بيستخدموا قرن الكبش دون عشان يعلن عنها بالنفخ في بوق، قلنا بينفخوا في البوق يوم العاشر من الشهر السابع، ويوم العاشر من الشهر السابع ده بنسميه يوم الكفارة. ويوم الكفارة عند اليهود يقابل عندنا احنا في المسيحية هو يوم الصلبوت، الجمعة العظيمة اللي صلب فيه السيد المسيح. ده يعتبر اليوبيل الأول اللي هو مجيء السيد المسيح بالجسد. عشان كده السيد المسيح أول ما قال وأكرز بسنة الرب المقبورة راح مسك السفر كده وراح قفله وقال لهم أنا هو بقى اللي جاي أبشركم، أنا اللي أشعياء النبي اتكلم عني، ده مجيئي الأول وده اليوبيل الأول. طب إيه هو اليوبيل الثاني؟ لو رجعنا لنبوءة أشعياء اللي هي 61 الآية الثانية هنلاقي بيكمل بيقول وأكرز بسنة الرب المقبولة، دي اللي وقف عندها السيد المسيح، يكمل يقول إيه؟ وبيوم انتقام إلهنا. إيه اليوم اللي هينتقم فيه إلهنا من الأشرار؟ ده يعتبر يوم الدينونة اللي هو اليوبيل الثاني، اللي هو المجيء الثاني للسيد المسيح، اللي هو هيكون يوم انتقام من الأشرار. ولأعزي كل النائحين، النائحين اللي هم التائبين اللي هم الأبرار، ساعتها هياخد الأشرار يحطهم في جهنم والأبرار ياخدهم معاه في ملكوت السماوات. والكنيسة حطت لنا هذا النص النهاردة دون عشان تقول لنا احنا لازلنا في المجيء الأول للسيد المسيح، لسه فاضل لنا فرصة للتوبة، فهل احنا هنغتنم هذه الفرصة ونقدم توبة ونعيد زي ما كان المفروض يعيدوا اليهود في عيد الأبواق اللي هو يعتبر عيد التوبة رأس السنة المدنية عند اليهود؟ فإحنا دلوقتي الكنيسة بتقول لنا باب التوبة مفتوح، وكل واحد علينا ان هو يجب ان هو يقدم توبة حقيقية ويبتدي سنة جديدة وحياة جديدة مع السيد المسيح. وللهنا المجد الدائم أبديا آمين. هللويا 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 اسمه بيكلم انت.